أهلنا طيبين الزينين داخل وخارج الوطن الحبيب، مرحب حبابكم عشرة بلا كشرة. يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من الشروق مرت من هنا. حلقتنا الليلة يا أخواننا من ولاية نهر النيل، وفي ولاية نهر النيل من عاصمة التعدين محلية أبو حمد. هذه المحلية التي جادت بالخير على أهلها وكل أهل السودان. حلقة تختلط فيها الثقافة والإرث والتاريخ والحضارة بخفة الضم والظرافة. أولى محطاتنا في أبو حمد ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة من مدينة أبو حمد. نحن في المينا البري، دي محطة براها وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم، نحن سعيدين نكون معاكم في أبو حمد. وتي تي دي ده المينا البري يا أخوان، وي باص بورينا البوري حقه جديد وسمحوا ونغمات كمان. نحن سعيدين نلاقي هنا في أبو حمد. نتعرف عليك. عثمان عبيد مطر. عثمان من وين؟ من شمال كردفان. شمال كردفان يا طمنطق عيلاي. مرحب. طيب عنده مشاركة شعرية يا أخواننا، نسكت عشان نسمع. بنقف في الرجال لا تقولوا زولا دايش، كتير الجبتة تنقيب وطلع علي رايش. خاويت الرجال هنا في الوطن والغربة، ما خليت جنس ما عرفته عجبا عربة. لقيت فيه الرجال يحجوك ساعة الكربة، في اللي طعبني تنقيب وطلع علي تربة. خاويت الرجال يا سادة ما بتأمر، لقيت رجال تهوش للواجبات تشمر. لقيت رجال حين تحير بطل الحشاها مدمر، لقيت رجال بتلصف كل ما تنجمر. أبشر تنقيب مفخر تهوي الشاعر، لكن خوفي ما سكوا الدريب الواعر. صدقوا قالوا كان ما متنا شفنا مغابر، وظهب بيمشي قدام الدليل الخابر. ظروف الدنيا كم كم جرعتنا، ظروف الدنيا كم كم فرقتنا وجمعت، وكم لما صحابا عبرتهم ما انبلعت. زولا من عرفت ربعت فيه انطبعت، ومن غيره حوى تقول يمين ما وضعت. ابشر بالخير. والله كلام، والله يا اخوانا ده كلام، ودي القوه، ودي القوه. والظرف في قدره بيكون صعب بيوريك معادنا الرجال. الناس بتعاربوا في الغربه دي. احنا بنقول ابو حمد هي عاصمه التعدين، ده الاسم حقها. يقول ابو حمد عاصمه التعدين، وموجود فيها تعدين الذهب. ويا اخواننا التعدين الذهب فيه فوائد كبيره، لكن احنا دارين ننبه لحاجه. في مواد او اثنين من المواد بتستخدم في استخلاص الذهب، المادتين دي ضارات بالصحه والبيئه. نعرف اليوم شنو؟ نتعرف عليك منو؟ علي حسين محمد علي. نعم. الله. من وين انت؟ انا من السيال غربي شندي. سيال غربي شندي، مرحب بك. عارف المادتين دي شنو؟ والله واحده فينا انا معتقد الزئبق. والثانيه؟ والله الثانيه دي دي العلامه تعتقد انت. نتعرف عليك. اسحاق ادريس السماني. من وين؟ ابو حمد الجزيره مقرات. جزيره مقرات، ناسين انتوا. المادتين دي شنو؟ الزئبق والسيانيد. سيانيد؟ سيانيد. طيب نتعرف عليك. محمد مضوي. محمد من وين؟ من الجزيره. جزيره يا تا؟ السديره. جزيره. الجزيره اللي هناك ولا الجزيره دي؟ لا لا الجزيره اللي هناك. جواب ولايه الجزيره. اي. يعني ما جزيره مقرات. طيب المادتين دي شنو؟ الزئبق وسيلان. الزئبق وشنو؟ ها؟ قالوا زول ده. والله اكل لي زي التحشيق البركله شوف ده البتداه سريع كده. طيب القال الزول بس خلاص يا اخواننا، الزئبق والقال الزول. اتعرف عليك. انور محمد. الاسم منو؟ انور محمد. انور، الصوت عالي يا اخوان. انور من وين؟ محمد. من وين؟ العالياب. العالياب. عارف المادتين دي شنو؟ الزئبق. اها الزئبق بس العالي. الزئبق. طيب نتعرف عليك. شيخ الدين مرغني علي. شيخ الدين من وين؟ من الرومان خرطوم. خرطوم درمان. المادتين دي شنو؟ المادتين الزئبق والشيشنا. وشنو؟ شيشنا. شيشنا. تعرف عليك؟ محسن عوض الله. محسن من وين؟ أبو حمد. أبو حمد. المادتين دي شنو اللي بيستخدموه في استخلاص الذهب؟ الزئبق والزئبق واحدة مني، نرجع الخيارات ما في مشكلة. تعرف عليك؟ ابن أبو حمد أحمد أحمد أبو زيد، والزئبق والسانيت. ناخذ إجابة. نتعرف عليك؟ أحمد عبد الحميد. أحمد من وين؟ من الجمعية. جمعية. المادتين دي شنو؟ والله بعرف الزئبق بس. الزئبق بس. منو؟ محجوب الصديق محمد احمد. محجوب من وين؟ من النيل الابيض. من وين يا تو النيل الابيض؟ من ابو حريره. ها؟ ابو حريره جنب من النيل الابيض هاي. وين المنطقه؟ ابو حريره ولا ابو حبيره؟ ابو حريره. ابو حريره. دي جنب وين؟ جنب ريف مريمتا. ريف مريمتا، مرحب بك. المادتين دي شنو بيستخدموا في استخلاص الذهب؟ الزئبق. اها.
الزيبق. الزيبق مرتين؟ لا. اسمه الزيبق والزيبق ولا الزيبق مع واحد؟ مع الزيبق ومعه ثاني. ما عارف الثاني، نتعرف عليك منه. غصي السير من ولاية الجزيرة. الجزيرة يا منطقة. من ود النورة. ود النورة مرحب حباب ناس ود النورة. مادتين يستخدمون في استخلاص الذهب. الزيبق. ثاني. والسيانيد. السيانيد نتعرف عليه. عليكم السلام ورحمة الله. سليمان صديق أحمد. مرحبا يا سليمان، من وين؟ شندي. شندي. ما في كلام والله، ما في كلام. اها سليمان، المادتين بيستخدمون في استخلاص الذهب شنو؟ والله ما اعتقد الزيبق والبخار بتاعه ده اللي بيطلع منه. الزيبق والبخار، نتعرف عليه. عبد الكريم عبد الله سعيد. عبد الكريم من وين؟ من الجيلي. الجيلي مرحب بك. المادتين بيستخدمون في استخلاص الذهب شنو؟ الزيبق والسيلان. ناخذ اجابه نتعرف عليه. صدام مثالي. ها؟ صدام مثالي. صدام مرحب بك، من وين؟ من الاحتصام النيل الابيض. النيل الابيض مرحب بك. صدام المادتين دي شنو؟ والله الزيبق على ما اختار. الثاني ما عارف، نتعرف عليه. هلوخ من الزمن اللي بعيد محمد هذا. الزمن مرحب بك، من وين؟ من مروابة بالضبط. مروابة. كردفان الغرم خير من جوا وبر. المادتين ديل شنو؟ المادتين عندك الزيبق وعندك حريق الذهب. حريق الذهب، نتعرف عليه. أيمن محمد موسى. من الخرطوم. أيمن محمد موسى. لا ما أنت، ما أنت أيمن منو؟ محمد موسى. أيمن. وانا ضايقونا في سيمنا داني. انا ما قلت لك انا منو، انت ما انت دايما منو؟ انا ايمن محمد موسى. وانا طيب شنو خليت لي شنو؟ ما خليت لك شيء. ايمن من وين؟ من الحاجوسي في الخرطوم. الحاجوسي الخرطوم. الحاجوسي في ايمن، مرحب بك. المادتين دي شنو؟ والله على معتقد الذهب. ها؟ اقصد الزيبق. والله زود جاري على الشفقة على الغنى بس. دار القروش طوالي. المادتين بيسووا يضيفوا للذهب ينقوهم، قال الذهب ذاته. جيت ميزين انت الليله اليوم؟ حسن هذا عرفت ليه كنا جاي الليله ده. جديد كرت. كرت عشان كان في باله الذهب بس. دي تعرف ذكرني زول سرق له سخل. والله ذكرني زول سرق له سخل ومشى باعه، وهو متخيل الناس كلها عارفه سرق السخل ده. يتلفت ماشي في الشارع مره قالت له سرقك ولا ولي سخل شنو؟ قالت له سالك مناسب من سخل، حتى هو جاي منها له على الذهب. المادتين شنو؟ الذهب. بسم الله الذهب. الذهب. طيب نتعرف عليه. جعفر موسى عثمان هذا. جعفر المادتين دي شنو؟ تزر الخيارات. تزر الخيارات. نتواصل معك نتعرف عليه. عثمان عبيد مطر. عثمان والله الزول اللي قال لنا الكلام. استمع عثمان. عثمان المادتين اللي بيضيفوه للذهب استخلاص الذهب شنو؟ الزيبق الاحمر والزيبق الابيض الثاني. ده اسطوب ولا زيبق؟ ده هو احمر وابيض. الزيبق نحن طبعا اخواننا في مناطق الروطه بيتاثرنا. بقينا اي كلمه بنردها طوالي. قال ايه الزيبق الاحمر ولا الابيض ولا اسطوب هو ولا زيبق؟ نتعرف عليه. جعفر حسن. جعفر من وين؟ الدامر. ها؟ الدامر. الدامر ولايه نهر النيل. المادتين اللي بيضيفوه لاستخلاص الذهب شنو؟ الزيبق بمكوناته والسيانيد. والسيانيد، نتعرف عليه. كوكو محمد منهل. ها؟ كوكو محمد منهل. كوكو منو؟ كوكو محمد منهل. محمد منهل من وين؟ ولا شمال كردفان الابيض. الابيض، المادتين دي شنو؟ الزيبق ودخان الشجنة. ها؟ الزيبق والدخان بتاع الشيشنا. بتاع الشيشنا، نتعرف عليه. الحاير رحمة الله. من وين؟ السديرة الشرقية. سديرة، المادتين دي شنو؟ الزيبق والموية. والموية، نتعرف عليه. نصر الدين العيسى ابراهيم، القضارف الفاو. براو زول سالو ما فقال الزيبق والموية. أنا أكلتها في قلبي ساي. بوراي قال له إن الموية جلت. الموية ما جلت ساي، والله الموية دي اللي طشطب بس. اسمك منو؟ نصر الدين العيسى ابراهيم القضارف. مرحبا بك يا نصر. المادتين شنو؟ الزيبق والسيانيد. ها؟ السيانيد. السيانيد نعرف عليه. حماد محمد خليف. المادتين شنو؟ الزيبق والسيانيد. طيب ناخذ اجابه. طيب مرحبا بكم، سعيد نتواصل معاكم من ابو حمد. وفي ابو حمد في المهنة البري. ويا اخواننا نحن من جينا البلد دي والله الرد بقى في طرف اللسان. الشغله دي بعرفها جوا المويه، ما بعرفها في شنو. يعني ما حاجه بتتعلمها، براها بتجي. وانا احنا ذكرتني طبعا قلنا دي الباصات، وذكرتني واحد من اهلنا الرباطات دي قالوا هو بوليس حركة وحصل الحادث، وقالوا له امشي شوف الحادث ارسمه شوف اللي حصل فيه. اللي قايم باصين الدقش ان شاء الله ربي يسلمكم كلكم ناس الباصات. الناس جت انقرضوا في الباصين، مرق زول واحد معوق دمه كاب في وشه ومنتكل عليه الحيطه. قال له المرق منو؟ قال له مرق الزول ذاك. جاوا دغري دنقر فوقه. ها الصندوق الاسود اللي حصل شنو؟ انت الوحيد اللي مرقت فوق الناس دي. بديل يا اخواننا رد الرباط اب ردهم سريع. انت منو؟ اسحاق ادريس السماني. اسحاق، سالنا يا اخواننا قلنا ابو حمد عاصمه التعدين، وقلنا اشتهرت بتعدين الذهب،
وفيه فوائد كثيره ومصالح للناس يا اخواننا، والذهب ده فوق القروش وفوق القيمه. لكن قلنا يا اخواننا في مادتين يستخدموا في استخلاص الذهب ياثروا في الصحه والبيئه، دي شنو؟ عشان الناس تعمل حسابها منهم، هم الزيبق والسيانيد. واول زول قال اجابه صح بيكسب انت منه؟ اسحاق ادريس السماء. صفقه حاره لاسحاق ده يا اخواننا. ها انت اسحاق عندك باص ولا عندك شنو؟ لا شغال شنو؟ شغال استاذ. استاذ؟ ما شاء الله تبارك والله يصفقوا لك دي قريته ولا ايوه عامل صندوق الطباشير بس انا زرع العربيه نشوف. مبارك لاخونا استاذنا واخونا اسحاق ادريس الفائز والمحطه دي، سالنا عن المادتين اللي بيضافوا لاستخلاص الذهب، قال هم الزيبق والسيانيد، وهو قال استاذ. وطبعا الجماعه طبعا بيجوا يكشفوا اللعبه، قدر ما تقول استاذ ادي الطباشير ادي الطباشير، انا اجي من الخرطوم اصل ابو حمد اديه طباشير. فاز معانا بسبوره مقدمه من قناه نحن لما ندي ندي حاجه محترمه. الاستاذ فاز معانا بفرن كهربائي مقدم من قناه شروق. صفقه حاره يا اخوانا صفقه له. اي والله مبروك يستاهل يستاهل. صفقه حاره يا اخوانا. تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من ابو حمد، نحن جوار الجامعه العتيق بابو حمد، محطه جديده وسؤال جديد، تابع معكم. مرحبا بكم تواصل محطاتنا معاكم، نحن سعيدين نكون في ابو حمد، وفي ابو حمد جنب الجامعه العتيق من اقدم المساجد في ابو حمد، لكن سؤالنا عن حاجه ثانيه يا اخوانا. مرحبا ونحن سعيدين نتواصل مع اهلنا ناس ابو حمد بالنظام الرايق ده والشغل المنظم الجميل ده، حقيقه يعني عقدونا بالوقفه وبالنظام وبالحياه، ناس راقيين جدا. ونحن سؤالنا يا اخواننا عن المطارات. قالوا تاريخ مطار ابو حمد تاريخ قديم جدا جدا، يعني المطار في ابو حمد منذ تاريخ قديم جدا جدا. اول طياره هبطت في مطار ابو حمد هنا للتزود بالوقود، دارين نعرفها سنه كم؟ بس ادينا السنه، الشهر ما ضروري واليوم ما ضروري، السنه. والما لقينا اجابه بنجي خيارات نتعرف عليه. محمد الحسن ابراهيم محمد محمود. محمد من وين؟ من القوس. طيب اول طياره نزلت هنا للتزود بالوقود سنه كم؟ الله ما اعرف. درجه الخيارات؟ درجه الخيارات. ممتاز نتعرف عليه. ياسر فتح الرحمن محمد. ياسر من وين؟ من الكرو. طيب الطياره نزلت هنا تزود بالوقود اول طياره سنه كم؟ 86. 1986. انت منو؟ معك فتح الرحمن السيد عبد العاطي. مرحب بك. اول طياره نزلت في مطار ابو حمد هنا تزود بالوقود سنه كم؟ 1966. 66 نتعرف عليه؟ احمد نصر الدين الصادق. احمد مرحب بك. احمد اول طياره نزلت هنا للتزود بالوقود سنه كم؟ سنه 67. 67 نتعرف عليك. جمال الدين تاج الشرطه الطيب. ساكن وين؟ القوس. القوس. الطياره نزلت هنا اول طياره نزلت في مطار ابو حمد سنه كم؟ سنه 1969. ها؟ ايه 1900 كم؟ 60. 60 نتعرف عليك. محمد الفادي عبد الحي. محمد مرحب بك. ساكن وين يا احمد؟ القوس. القوس. أول طيارة نزلت مطار أبو حمد تزود بالوقود سنة كم؟ 86. 86 نتعرف عليك. جلال محمود. مرحب بك. أول طيارة نزلت هنا في مطار أبو حمد سنة كم؟ الله ما أعرف. ما بتعرف؟ نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، متوكل محمد حمد الفهيم. متوكل ساكن وين؟ عام درمان. درمان. طيب أول طيارة نزلت في مطار أبو حمد، قلنا المطار ده قديم جدا، بتكون سنة كم تقديرك له؟ 1989. 89 نتعرف عليك. علي عبد الله محمد علي. علي من وين؟ الجزيرة. جزيرة. أول طيارة نزلت في مطار أبو حمد سنة كم؟ 87. 87 نتعرف عليك. طيب دفع الله يوسف. من وين؟ من الجزيرة. جزيرة. أول طيارة نزلت مطار أبو حمد كانت سنة كم؟ 63. 63 نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، اسم منذر سيف الدين محمد الضواني. نزلت 200 أول طيارة تزود بالوقود في مطار أبو حمد. 89. 89 نتعرف عليك. إبراهيم الغازي معالي الخليفة. إبراهيم من وين؟ من أبو حمد. أبو حمد. أول طيارة نزلت في مطار أبو حمد تاريخ قديم قالوا تزودت بالوقود وقامت سنة كم؟ 89. كم؟ 89. 89 نتعرف عليك. عبد العليم مصطفى بيك عثمان. مرحب بيك. الطيارة دي نزلت سنة كم؟ 1863. 63 نتعرف عليك. بالروف محمد عبد الله. مرحب بيك. من وين؟ من الكرو. أول طيارة نزلت في مطار أبو حمد؟ 1963. 63 نتعرف عليك. تاج السر السماني. تاج السر من وين؟ مربع أربعة. مربع أربعة. أول طيارة نزلت في أبو حمد؟ 1961. 61. مربع أربعة ده حي من أحياء أبو حمد صح؟ نعم.
طيب الاحياء الثانيه شنو فيها ابو حمد؟ القوز القلعة ومربعات فيها كم مربعات بتبدا من مربع كم لمربع كم؟ واحد لحد مربع سبعة ثمانية لحد مربع كم؟ مربع ثمانية مربعات حديثة. طيب ثاني في الأحياء شنو؟ ثاني السليم. سليم الناس المرطبين حيوا اسمه الناس دي كلها مستوياتها واحد واحد؟ هي. أنا قلت تختار حيكم قلت أشوفه أربعة مرطبين مرطبين أيوه. طيب نحن دي فرصة نعرف بيها البلد نعرف عليك. محمد علي عثمان رحمه. من وين؟ من عريف. على ها أول طيارة نزلت تزود بالأغوص سنة كم مطار أبو حمد؟ 1966. 66 نتعرف عليك؟ جمال أحمد محمد عثمان. مرحب بك. من وين؟ كورو. ها الطيارة دي نزلت سنة كم؟ 1961. 61 نتعرف عليك؟ نزير علي فكاة. هي اللي نزلت كم الطيارة؟ 1967. 67 نتعرف عليك؟ بدر الدين عوض الباري. مرحب بك. الطيارة دي نزلت سنة كم؟ 1960. 60 مرحبا استاذ تعال مرحبا بك بيجي تعالينا بهنا يا اخي والله اني حدايرين معك موضوع كده شرفنا جدا. الله يديك العافيه. نتعرف عليك. الفاتح عبد الحي ابراهيم اعطيني ابو حمد حي القوز. حي القوز والجماعه بيجي قال لي رئيس الاتحاد. نعم رئيس اتحاد المحلي لكره القدم ابو حمد. ما شاء الله. تاسس سنه 1980 كاتحاد فرعي وثم اتحاد محلي سنه 1996. ما شاء الله. الان دي عندكم كم نادي؟ عندنا الان 34 نادي بدرجات مختلفة. بدرجات ثلاثة درجات الأولى والثانية والثالثة. ما شاء الله تبارك الله. عندكم ما نافستوا في التأهيلي ولا؟ أنا الآن عندنا فريق القوز في المجموعات في تأهيل الدوري الممتاز الآن. ما شاء الله. القوز اسمه القوز؟ اسمه القوز أيوة. تأسس سنة 66. 66 ما شاء الله. بركة ما سألنا في الرياضة. والله قالوا أستاذ إن شاء الله جاهز يا عمر. أي حاجة إن قلت لي تجي هنا 200 يقول لك جيت سنة 77 مشيت سنة 88 أكلت سنة 83 اتغديت. طبعا أول نادي كان هنا في أبو حمد هو نادي سكة حديد والنادي الأهلي هو شيخ الأندية بيعتبر شيخ الأندية النادي الأهلي في أبو حمد. في أبو حمد. في أبو حمد أي. طيب الآن المصدر الدوري يا نادي شنو الأولى؟ الآن طبعا هي لسه على الدورة ده ولسه بتنتهي في الدورة اللي بنتهي في 12/5 حتى الآن هو فريق السليم لكن الدورة ما زالت مستمرة لكن السنة الموسم الفات كان طبعا نادي القوز. نادي القوز وده السبب الأهل لعبوا دوري تأهيل. لعبوا في دور المجموعات أي التأهيل أي دوري التأهيل ما شاء الله تبارك الله. طيب عندكم لاعبين بيجوا من برا بيلعبوا عندكم من برا أبو حمد عندكم لاعبين بيمشوا بيلعبوا برا؟ نعم الآن عندنا لاعبين نادي القوز استعان بعدد من اللاعبين من حال السودان المختلف والآن عندنا المدرب أبو شامة لاعب الهلال المعروف هو محمد عبد الغيوم. محمد أبو شامة وهو مدرب نادي القوز الآن. ما شاء الله. طيب من اللعيبة اللي أجوكم منه؟ والله عندنا عدد من النهضة الربك والواد اسمه الهادي وعندنا لاعبين برضو من الخرطوم يعني هم ما زالوا دابهم في بداية الطريق يعني. ما شاء الله تبارك. نعم. نعم. طيب نحن طيب انت لنا التواريخ دي كلها نحن دايما نعرف تواريخها قدر رياضيه ولا بتاريخ المنطقه كله. اول طياره نزلت في مطار ابو حمد قلنا المطار ده قديم جدا اتزودت بالوغوص سنه كم؟ انا على ما اعتقد 1913. 1913 13 كده ناخذ اجابه ونتمنى لك تتعرف عليك. حجازي ميدوب شرف الدين. حجازي مرحب بك. ساكن وين؟ ساكن السليم. سليم ميكانيك صح؟ اي ميكانيك. شنو كهرباء ولا مكنك؟ بنزين. بنزين سيارات. سيارات ما شاء الله. الايامات دي الاعطال شنو يعني في الجو زي ده؟ اعطال مكنات بس. اما المكنه فيها شنو اكثر حاجه يعني بتستهلك زبير في الصيف يعني؟ شمبر. شمبر يا سلام يا اخي والله معلومه برضو. طيب اول طياره نزلت هنا ما يصانت فريق يصانت دي شغلكم انتوا نزل الساي شالت وقود وقامت دي سنه كم؟ 88. 88 ضرب عليك. بكري الفك العفيف. بكري ساكن وين؟ القوز. القوز اول طياره نزلت زودت بالوقود مطار ابو حمد 1974. 74 ده قال لي 88 نزلت دي طياره ما مطره 88 دي السيول والفيضانات لكن اللي بتكلم عنها دي طياره. ما قلت لكم يا اخوان والله من جينا ابو حمد بقى كلامنا كده ردنا سريع اصلا من تلفت. اي والله. طيب افتح بيجي نتعرف عليك منه. توكل الجالي. متوكل مرحبا بك. ساكن وين؟ ساكن مربع واحد هنا. ها الطيارة نزلت زودت بالوقود سنة كم؟ سنة 91. 91 تعال بجاي قدام محبة تعرف عليك. محجوب باشري. منو؟ النذير محجوب باشري. النذير ساكن وين؟ مربع ثلاثة. مربع ثلاثة أول طيارة زودت بالوقود. والله على ما أعتقد 1937. 37 نتعرف عليك؟ أحمد أحمد أحمد. مرحب بك. ساكن وين؟ القوز. القوز أول طيارة نزلت سنة كم؟ 72. ها؟ 72. 72 تعرف عليك؟ زكريا عبد الرحيم. زكريا ساكن وين؟ أنا أساسا من العلياب وجايبني الطريق عابر. طريق العلياب.
ما شاء الله مناطق العالية أبو زيداب والمناطق دي كلها في الطريق ده هنا. الأول طيارة نزلت هنا سنة كم؟ والله يا أخي على ما أعتقد 53. 53 نتعرف عليك. ربعي محمد الحسن. الطيارة دي نزلت سنة كم؟ لا سمع نزلت. لا سمع نزلت. طيارة من الزمن ده نحن نقول المطار قديم، والطيارة دي نزلت يقولوا ما نزلت لسه. وهم أنا أقول لك كلام، والله يا أسطى ما دام الله جاب الطيارة وجاب أديل الرباط أبو دي الطيارة. ما في شنو؟ نقول نقطة للرباط في الطيارة. طبعا الرباطي قالوا ركب الطيران الطيارات السمحة الجديدة دي ركب كدي والمكيف حقها قوي حسب البرد. عائل المضيفة شاف أي زول بيجي بيقول لها بطارية بتديها يتغتى، بطارية يتغتى، يعرف إنه الكلام ده بده للركاب عادي. خلاها مسافة قد مشت جابت لها موية ولكن اللي يزول وناداها تعالي. قالت لي ما نعم مرحب بك. قال لها اديني بطانية. قالت لي ليه بردان؟ قال لها لا بدور أكوي. أنت عينك للناس ما غطيه كلهم بطانية أنا بس بقت للبرد أنا داير أكوي. أستاذ أنت منو؟ الفاتح عبد الحي إبراهيم. والله أستاذ الفاتح ده حيرنا في التاريخ. الطيارة دي نزلت 1913 صفقة يا إخوانا. أنا قلت أمتحنه أشوف تاريخه ده بتاع كورة بس ولا لكل البلد. والله طلع أي شيء عارفه. مبروك عليك أستاذ الفاتح وتستاهل جائزة مقدمة من قناة شروق نمشي العربي. هنا المطار قديم يا إخواننا في أبو حمد. أول طيارة نزلت للتزود بالوقود 1913. من 1913 أبو حمد مطار بينزل طيارة. وده تاريخ قديم يا اخوان. استاذنا الفاتح رئيس الاتحاد المحلي هو الجواب اول زول جاوب اجابه صحيحه والوحيد الجواب صح كمان ما هو الاجابه. ومبروك عليه وفاز معانا بجائزه مقدمه من قناه الشروق. وهو يا اخواننا الرئيس للاتحاد المحلي فاز معانا بعلم رايه بتاع حكام. الرايه بتاعت الحكام دي علم واحد ونتمه الثاني هديه من قناه الشروق. ايوه اقول ان دي حيستفيد منها. والله يا الدنيا الصيف وجاي علينا رمضان. فاز بمروحه مقدمه من قناه الشروق. صفقوا له صفقه حاره يا ولد. ايوه مرحبا دي المروحه دي الريش حقها. الجماعه عاينوا بوراه وقالوا لي عديتوا المروحه. قال لي شاحن وين ما بنمرق منه انسان. صفقوا له صفقه حاره يا اخوان. تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من مدينه ابو حمد. نحن جوار مستشفى ابو حمد الحوادث والطوارئ والعمليات. محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم. تواصل محطاتنا معاكم. نحن سعيدين نكون جوار مستشفى ابو حمد. ما شاء الله مستشفى جديد وشكله جميل والمكيفات كلها زبيلت ما شاء الله والبنيان ذاته والبهيه لونه سمح وبني بالبيج وكذا يعني. وما شاء الله على احدث طراز ويستاهلوا هالناس ابو حمد ويستاهلوا التنميه والتطور الموجود الان اللي بنشوفه في ابو حمد من شوارع لكهرباء لمستشفيات لمرافق عامه موجوده. والله نحن نسعد قبولهم لانهم يستاهلوا. واي زول بيصبر يستاهل انه يلقى الراحه. ونحن طبعا جنب المستشفى والناس دي اغلبهم رباطاء. الواحد يعمل حساب هاي نكون جاهزين. والله هاي في حاجات والله بيجعبت اخوي زي الدريب. وانا جنب المستشفى طوالي جات في حاضرتي نكته قبل ما زال السؤال ده. قال واحد رباطاب عنده ولد عمه عيانين الاثنين اخوان ورقدوا سوا مستشفى. مشي يزورون ما لقى زول معهم ممارض. الممارضين مرقوا لقاهم براهم. لقى واحد نايم ومركبين له دريب والثاني ده عنده حمى مبرد ديك زي قدر ما سلم عليه فلان ما شايفه ذاك لانه الحمى راجفاه. فلان كفاره برضه ما شايفه وده عيله نايم. زول يكفر له ما لقاه عشان يقول له انا جيت. جي راجع الحين هذا اولاد عمك كيف؟ قالوا والله كويسين. مشيت لهم؟ اي مشيت لهم. ها ولقيت معاهم زول؟ لا لا. ولقيتهم كيف؟ والله قال لهم اقول لكم شنو؟ ترى واحد فيهم شغال هزاز والثاني في الشاحن. هاي ما بعرف اللي حصل عليه شنو. لكن ده وصفه ثاني مرق وحي ومات ما بعرفه. ان شاء الله ربنا يديكم العافيه جميعا. طيب نحن نسال سؤال يا اخواننا. ابو حمد الزول اللي سموا عليه ابو حمد ده منو؟ ابو حمد ده منو؟ محمد ده بكون ولدك بيقول انا مثلا ولدي اسامه يقول ابو اسامه، ولدك علي ابو علي. في زول بيكون ولده حمد سموا عليه ابو حمد ده منو؟ العارف ده بيكسب معانا جايزه. ما عارف بيندي خيارات. نتعرف عليك منو؟ كزار احمد عبد الله. من وين؟ من ابو حمد. من ابو حمد. ابو حمد ده منو؟ ابو حمد ده والله هو زول اسمه حمد.
جاي توفى هنا ودفنوه وسموا عليه ابو حمد دي بس. هو اسمه ذاته حمد وابوه منه؟ طيب هو ابو حمد كان اسمه حمد ابوه منه؟ ابو القدح؟ ابو القدح يا ابو تعرف عليه؟ عبد الله مكاوي. عبد الله من وين؟ من الجزيرة. جزيرة ابو حمد منه؟ ابو حمد ده والله انا ما اعرف، انا جاي ذهابي بس. ذهابي بس. انت عارف ذهابي ده زي ضهابي. يقول لك الزول ده جاي ضهبان ضهابي، يعني دي ذهابي. ما شاء الله يعني في الذهب شغالين. نعم. طولت؟ طولت والله. ليك كم؟ تقريبا من 2011. 2011 يعني اللي 6 سنة. لا 6 سنة. الأمور ماشية كويس؟ لا 100 100 والله. في الطاقية ظاهرة. والله بصل شديد. يا ربي لك الحمد. إن شاء الله ربنا يزيدكم يا رب العالمين. نتعرف عليك. عبد الرحمن أبو الوازع الماح. عبد الرحمن من وين؟ من القلعة. القلعة. أبو حمد منو؟ أبو حمد ده والله شيخ جاء بالبحر هنا ده ولموا فوقه شيخ رجل صالح يعني. اسمه منو؟ اسمه حمد. أبو حمد. ها؟ أبو حمد. لا هم... اسمه حمد. اسمه حمد و... حمد ولا ابو حمد؟ ها؟ اسمه حمد. سموه ابو حمد على اللي هنا هسه مدفون هنا بالسكه حديد تحت هنا في القلعه ذاته. طيب ناخذ اجابه. نتعرف عليه؟ عمر الامين عثمان ابو حمد. من ابو حمد؟ من القوز. من ابو حمد القوز. ابو حمد ده منه؟ هو الشيخ حمد بن رافع، هو من رواق السناريه، كان بيمشي جو هني ويمشي مصر، توفى هني وبعدين دفنوه في ابو حمد هنا. شيخ من شيخ من الشيوخ طريقه الرواق السناريه، كان بيمشي مصر. اسمه منو؟ حمد بن رافع. حمد بن رافع. نتعرف عليه. مرحب بك. الاسم منو؟ عبد الرازق فضل المولى. عبد الرازق مرحب بك. عارف ابو حمد ده منو؟ انا من الجزيره الاسلامي والله ما بعرفه. ضيفين. نعم ما في مشكله. عليكم السلام. الاسم منو؟ اسمي ابراهيم الصالح عيسى. من وين؟ الجزيره مقراط غريب. جزيره مقراط. ابو حمد ده منو؟ ابو حمد والله انا ما اقدر اكرر زول عمر ده قدامي نفس الكلام اللي قاله. كلامه قال شنو؟ قال شيخ كان جاي هنا بقري وتوفى هنا ده و... اسمه منو شيخ؟ اسمه حمد. حمد. ناخذ اجابه. بتعرف عليك من؟ عبد المنعم بكر حمد احمد. عبد المنعم من وين؟ من ابو حمد. ابو حمد. عارف ابو حمد ده منو؟ طيب ابو حمد ده اصلا الجزيره مغرات اسمها الجزيره مغرات، مغرات الصالحين. نعم. ما اسمها مغرات، مغرات الصالحين. نعم. يلا شيخ محمد ده، شيخ محمد. اسمه شيخ محمد. اسمه شيخ محمد. جميع مدني وكان بيتعبد هنا مع صالحين اللي جو هنا. حول الجزيرة مغرات. طيب. ولما يتوفى في الحتة دي في أبو حمد دي ذاته. يعني هو باختصار إنه أبو حمد ده الشيخ محمد. جميع مدني قعد مع الصالحين هنا ما تقبلوا سموه عليه أبو حمد. جاء ولده بعد فترة بيسأل. ولده اسمه حمد. طيب. اسمه حمد. طيب. فقال له يا حمد أبوك متوفي هنا. قال له منو؟ الناس المنطقة. ناس منو تذكروا منو كلموا؟ ما يكون كلموا زوج ساي. اللاقاه منو قال له يا حمد ده زيت في زول قال لي يا حمد ابوك مات هني ده منو قال لي يا حمد الناس المستغلين الاولياء اللي كانوا مستغلين بيتعبد معاهم عرفوا ده ولده عرفوا ده ولده يشبه شبه شديد يكون والله ما احتمال يشبه الشبه يعني وقال له انا حمد جزء من اطرافه من اهله جو بيسالوا منه فسالوه قال لهم ها انا اسمي حمد طيب قال له سمح ابوك مدفون هنا دوام لله فقنب استقر هنا سميت المنطقة باسمه بحمد ذاته باسم الولد ذاته أبوه أبوه حمد ذاته جاء استقر هنا برضه مسك نفس الخلافة بتاعت أبوه واستمر في العبادة وسموه أبو حمد سموه أبو حمد والله دي قصة يا إخواننا ناخذ إجابة طيب أنا إحنا سعيدين نكون قدام هذا الصرح الجميل الشامخ مستشفى أبو حمد وحقيقة أنا زي ما كلمت في بداية المحطة عن إنه يعني جمال المبنى ودارين نعرف جوا المبنى في شنو معانا اهل الشام مرحبا بك يا دكتور نتعرف عليك دكتور جمال الدين محمد يوسف مدير الطب لمستشفى ابو حمد مرحبا بك والله نحن سعيدين نزوركم في ابو حمد المستشفى شكله جديد ولا ما ولا ده الجزء ده جديد ولا مرحبا بكم حي في قناه الشروق مرحبا بكم ترحيب حار في ابو حمد المستشفى تاريخه قديم ولا جديد مبنى مستشفى تاريخه قديم طيب هذا المبنى هو تكملة للمستشفى الأصل موجود حصل تحديث في المستشفى حصل تحديث المستشفى الداخلي القديم وده مبنى جديد إضافة للمستشفى طيب أنا حابب جدا نتمنى لكم التوفيق ونتمنى أنه تكتمل الصورة يعني ما دام المبنى جهز ويكتمل يكتمل الأخصائيين للتخصصات اللي يدعم لها المبنى ونحن متواصلين برضو من أهل الشان نتعرف عليك طيب بسم الله الرحمن الرحيم انتصار محمد عبد الرحمن ضابط إداري مدير إدارة التنمية بالمحلية مرحبا بك ونحن سعيدين نشوف
مستشفى ابو حمد، المناطق القريبة من ابو حمد اللي بتستفيد من المستشفى غير ابو حمد شنو؟ والله مدينة ابو حمد طبعا مدينة اكتظت بالسكان. زمان نحن عندنا المستشفى القديم، المستشفى القديم بقى ما بيستوعب لنا كل العيانين بالنسبة للاكتظاظ السكاني بالتعدين. وتم إنشاء هذا الصرح بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى كان رجل الأعمال بابكر، المرحلة الثانية تمول من الولاية، المرحلة الثالثة من المحلية. بابكر ده من المنطقة هنا؟ أي رجل أعمال من أبناء منطقة أبو حمد. بابكر عبد تعرف عليه؟ معك ممرضة غابلة حنان أبو القاسم. أول حاجة نشكر كمالة الشروق يعني لزيارتكم وتاحتكم لنا الفرصة دي، ويعني بنشكر كل التيم المعاك، والله بجد يعني برنامجك نحن متبعينه برنامج حلو شديد. الله يديك العافية. والله انتوا ذاتكم ناس طيبين وناس لطيفين وناس ظريفين، ناس الرباطاب عموما، وسعيدين بزيارتنا ليكم. شنو الجديد عندكم في النساء والتوليد هنا في المستشفى السمح ده؟ تطمن الناس. والله النساء والتوليد طبعا يعني كلهم في تطور، اول يعني مستشفى هي يعني بتقوم به، يعني ما مقصرين في اي حاجه، يعني عنايه كافيه واسعافات اول يعني لاي حاله، اذا كان نزيفه، كان ولاده قيصريه، كان ولاده يعني طبيعيه، والحمد لله يعني ربنا موفقنا الاطباء زايد ان شاء الله ربي يوفقكم جميعا يا رب العالمين، ونشوفكم مستغرين، ونشوف اهلنا في ابو حمد يا اخواننا معافين وبصحه وعافيه ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين. طيب سؤالنا كان ابو حمد دمنه استموا عليه المنطقه دي، واختلفت الاجابات، ناس غرقوا وناس وناس شرقوا وناس وناس جابوهم بالبحر وناس جابوهم بالطياره، والمهم في النهايه احنا بنشوف اقرب اجابه للاجابه الصح بتكسب معانا الجائزه. يا اخواننا ابو حمد هو شخص الشيخ عارف، الشيخ عامر بن عارف، الشيخ عامر بن عارف ينتمي نسبه لسيدنا الحسين بن علي كرم الله وجهه وجل المنطقه دي يا اخواننا، وهو معناته ما دام هو الشيخ عامر بن عارف معناه حمد ده ولده، ود الشيخ عامر بن عارف سمى عليه، والمنطقه دي سمت علي ابوه، ده ابو حمد علي ابنه هو يعني ابنه. طبعا العرب دائما بيسموا بالابن، يعني انا ولدي اسامه يقول لي ابو اسامه. انت ولدك منه؟ محمد ابو محمد. وانت ولدك منه؟ بس خلاص يعني ما هو زي ده، وده ما عنده لكن يعني زي الولد يعني، ما هو يعني يا اخوان ما نحرجه، قرب يعرس لكن زي ولده يعني. فده دخل بن عارف دي اسم الاب، لكن الشيخ انت قلت محمد هو عامر، بنعتبر اجابه صحيحه. صفقوا له صفقه حاره يا اخوان. والله مبروك عليك، ونمشي العربيه النتيجه هيسو، تعالوا مع العربيه النتيجه هيسو. طيب انا حسعيدين في المحطه دي، فوز معانا اخونا عمر الامين، قلنا ابو حمد دمنه استموا عليه، ابو حمد هو الشيخ عامر بن عارف ينتمي نسبه لسيدنا الحسين بن علي كرم الله وجهه، وقلنا هو قال جزء من الاجابه صح، بنبارك له. وطالما نحن جنب الحوادث فزت معانا بدريب جلاكوز مقدم من لا شيلوا احتياطي ان شاء الله ما تحتاج له، شيلوا ساي خدته بس احتياطي. والله المستشفى دايره الصحه، عندك صحه ما بتجي المستشفى، والصحه دايره الغذاء، والغذاء دايره العصير، العصير دايره الخلاطه. فاز معانا بخلاطه، صفي كل صفقه حاره. مبروك عليك، مبروك عليك. نفتح العربيه الديو الجاي، صفقوا لي يا اخوان. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من ابو حمد. نحن في حي السكه حديد، واحد من الاحياء العريقه جدا، محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم، سعيدين بتواصل معاكم من ابو حمد حيث الكرم والضيافه، ونحن والله سعيدين نكون في التاريخ والاصاله السكه حديد، وده تاريخ كبير جدا جدا والكلام عنه يطول. والسكه حديد يا اخوانا مهما الناس يتكلموا عنها ما بدو حقها، الشيء اللي قدمته للسودان والقدمته لكل انحاء السودان شيء كبير جدا جدا. بنحيي اهلنا ناس سكه حديد، الناس الصامدين الغويين اللي قدموا للبلد دي في صمت، والله من غير ضوضاء يعني زي ما بيقولوا، جنود مجهولين. نحن سعيدين نزورهم، وده حقهم، وده جزء من حقهم علينا، نحن والله يا ريت نديهم حقهم. نحن زرناهم هنا بمحطه في الشروق، مرت من هنا من حلقتنا من ابو حمد، بنسال سؤال اللي عارف الاجابه بنديه جائزه، ما عرفته بنجيكم بخيارات. نحن يا اخواننا سؤالنا عن يعني مدينة أبو حمد أو محلية أبو حمد، مروا عليها العديد من المحافظين والمعتمدين،
منذ يعني اعتماد نظام الحكم الاتحادي، يعني مما بقت فيه محلية وفي معتمدية جمع المعتمد منه والمحافظ منه كثيرين. انت بتقول العارفون اكتر زول بيقول منهن يكسب جايزون اكتر من 13 المروا علي ابو حمد. انت لو قلت لنا اكتر رقم او اكتر عدد منهم بتكسب معانا الجائزة. وقبل ما انا اقول لكم السؤال وابدا الاجابة لازم اتكلم في القطر، والله انا في الرباطه فيني وده القطر، لازم اقول جزء من نكات الرباطه ومن النكات القديمه اللي بتذكرين. واحده من حبواتنا قالوا الرباطابيه وبعدين ركبت القطر وعندها 10 جنيه صار رايم في توبه، النسوان اللي معاها ما دارت تورين عندها كم، هي دارت تدفع القروش لكن ما تورين عندها كم. فقام يا زول الكفزار بتاع القطر جت طقطق ليها قالت له لف وتعال، قال لا ما بلف وتعال اديني هسه قروشي، قالت له بديك انا ما دار اكل قروشك لكن خذ لك لفه وتعال، ما النسوان قعدات ما القروش صار راي ما دارت تبرقين قدامي، قال لا بس اديني قروشي هسه دي وخذ لك لفه، قال لا ما بلف، انت ما عندي قروش قولي ما عندي قروش. قالت له سامح مرقت العشره ادتها للنسوان كيف شافنا العشره خلاص انتهى الموضوع، زعلت منه ادته العشره داري مش، قالت له تعال اديني الباقي، قال لا بمشي وبجي، قالت له قبيله بيت المشي مالك، انا ما قلت لك امشي وتعال والله تديني باقيه حتى دين، والله ما تم الشبر جنبه العسكري طبعا بتاع القطر، قال لي حاجه زول ده مضمون، قالت له مضمون انت مباري مالك وزول مضمون مباري عسكري. اتعرف عليك منه؟ جمال عبد الله خلف الله. جمال اذكر لنا منه من المعتمدين المحافظين المروا على ابو حمد تعرفه؟ والله في الحويج وفي عبد العال وفي ثاني دي اللي عارفه؟ دي اللي عارف. طيب مرحب بك، خليك واقف، اتعرف عليك. الطيب محمد احمد عثمان. الطيب مرحب بك، شغال في السكه الحديده؟ نعم. طيب ادينا من المعتمدين المحافظين بتعرفون مروا على ابو حمد. عثمان الكباشي. احمد الزاكي. هاشم الحسين. هاشم الحسين ثلاثه ما قصرت، اتعرف عليك. وعليكم السلام. الاسم من والله. مرحب بك في السكه الحديده؟ نعم. طيب من المعتمدين المحافظين تعرفون مروا على ابو حمد منو؟ الحويج. خير ثاني احمد الزاكي. ثلاثه ما قصرت، نتعرف عليك. عبد العزيز تيسير محمد عمر. مرحبا بك عبد العزيز. من المعتمدين المحافظين المروا على ابو حمد؟ هاشم الحسن نصر الدين. الحويج. عبد العال خير ثاني. ثلاثه ماشي كويس، نحن ماشي كويس، نتعرف عليك. نور هادوت لسيد. مرحبا بك. من المعتمدين المحافظين المروا على ابو حمد؟ طارق. عبد العال. الحويج. اخذ الاجابه، تعرف عليه. خلف الله الطيب احمد. خلف الله الطيب، خلف الله. هسه دي اكثر زول قال ثلاثه، دايرين احنا اكبر عدد تفوز. من المعتمدين المحافظين مروا على ابو حمد. هاشم. الحويج. عبد العال خرساني. الثلاثه دي محطه؟ قول لكم بتجيبوا فيها. طيب كده افتح كده حبه نتعرف عليك. احمد عثمان ابو غره. احمد مرحب بك. من المعتمدين المحافظين مروا على ابو حمد. عبد العال خرساني. طارق فرع عيسى. بابكر محمد حاج احمد. حسن الحويج. سيد مبارك عباس. هاشم الحسن نصر الدين. جودابي. الطيار. احمد زاك عبد القادر. هاشم الحسن نصر الدين. الزول ده خشمه انحلج والله. قلنا ثلاثة سحرناكم ما شاء الله فتح دين تسعة ولا عشر، تعرف عليك. محمد صديق الحاج. مرحب بك. عدد من المعتمدين والمحافظين مروا على ابو حمد، منهم منو؟ والله ما اعرف منهم هذا ولا واحد ما اعرف. الله يعافي منه. والله انا واقف بجهز له فين صابعي. وقت قال لي ما اعرف طقطقت يا ساي وقعت. بتعرف عليك. عز الدين الطيب عبد الله. عز الدين. مرحب بك. من المعتمدين والمحافظين. والله ما عارف ولا ما طقطق. والله بعرف اخر حاجه حديثا بس. منو؟ عبد العال خرسان. عبد العال. عبد العال خرسان. والحويج. وهاشم. ماشي كويس. اخ معقوله؟ مزلقان. انت كنت بتعرف واحد. طيب دي الثلاثه كفايه مني، اتعرف عليك. جمال الجدال بابكر. جمال. من المعتمدين المحافظين مروا على ابو حمد. عبد العال خرسان. الكباشي. هاشم. الحويج. الحويج. أربعة ناخذ إجابة. مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم. نحن سؤالنا ده يا إخواننا عن المعتمدين والمحافظين، يعني البلد دي بقودة منو؟
نحن قلنا على من اعتماد الحكم الاتحادي، نظام الحكم الاتحادي، مروا كثير من المعتمدين والمحافظين، قلنا ندي الناس براحهم، هون اكثر من 13، انت قول اكثر دول بيقول لنا بيكسب معانا الجائزه. وطبعا انت منو؟ احمد عثمان ابو غره. احمد انت قلت كم واحد؟ والله ما اعرف 10 والله. والله 10 يمكن ولا 11. اذا اول دول قلت عدد اكبر تكسب معانا صفقه، قول صفقه حاره يا اخوانا. نمشى العربيه يا اخوانا، رحله العربيه. طيب سعيدين في المحطه دي يا اخواننا عن معتمدين ومحافظين مروا على ابو حمد منذ يعني اعتماد النظام الاتحادي. وانت منو؟ احمد عثمان ابو غره. احمد عثمان قال 10 ونقولنا قريب 13، اكثر زول قال اكثر عدد بيكسب الجائزه. الاخير منو؟ المحافظ عبد العال خرساني مختار. عبد العال خرساني، ونحن والله بنحيي السيد المعتمد السيد المحافظ على جهده وسعى كثير في انه نحن نكون معاكم، واجتهد في انه نحن نكون معاكم في اللمه دي. بنبارك لك جائزه مقدمه من قناه الشروق يا اخواننا، فاز معانا بفلنكه مقدمه من غنى مسكة حديد يا اخوانا، هنديكم قطر قطر ما عندنا قدره، نديكم فلنكه. فاز بتلفزيون مقدم من قناه الشروق. صفي كل صفي. مبروك، ارفع فوق. شكرا لاهلنا في ابو حمد حكومه وشعبا على حسن الاستقبال والحفاوه والكرم الفياض. شكرا ابو حمد التاريخ والعراقه والاصاله والثقافه والفن والادب والرياضه. شكرا لكل الناس اللي قابلونا بالحب ده وبالترحاب وبالحفاوه. بنقول مبروك لكل الفازوا معنا في حلقتنا الليله من ابو حمد. نتمنى انها تكون حلقه خفيفه الظل ومهضومه بالنسبه ليكم وتكون ممتعه، والما حالفونا الحظ نتمنى لهم التوفيق في الحلقات والمرات القادمه. حتى جديد اللقاء، اترككم في امان الله ورعايته، واقول لكم دمتم في امان الله.